يرديا يرديا هاي علمي قوايفتين هذا ما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي ونالت لغو حوكس دو لغو اذيك تاي وعين كجرنا يفصل قيتو دواد في التوكل ترى سارة شدي أبغى طالب العلم قاهي وإلهي ترى سارة نيي حقا وعبر الشدي يأرمي صعودا وإلهي ترى سارة نيي يأرمي لحلي لي أرنتا أيه نقصه وچرني مرنوا أسبابها نفلوه كوانتقالاني مرنوا إليسو حقا لغو أغذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا يفصل قيتو دواد في التوكل ترى سارة شدي أبغى طالب العلم قاهي وإلهي ترى سارة نيي حقا وعبر الشدي يأرمي صعودا وإلهي ترى سارة نيي يأرمي لحلي لي أرنتا أيين نقصه وچرني قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلي قال رجل لمنصور الحلاج نين يا وحو كيلي وذات كان لي وحا مقعي سو صحوي الحسين بن منصور الحلاج الصوفي نيكا سو اينو ترجمدي سنه وخوغي كسو تلماني خليدي دمنا هذا الله يا وحي على كسو بحي يا كتلحتي يا قلوي مركا بابك التصوف او كسميهي ay culimadu ku tilmaameen inay arimaha sirrida iyo gaalnimo keenayaan oo gaalnimadina lagu xukumay oo lagu dilay dadka qaar koodna deeni wanaagsan oo martaba gaadhay oo hadaladiisana taawiil leeyihiin ayay warkayeen warasoo tilmaamay oo meelaha laga helayo waxa ugu muhiimsan sir aclaam in walaa mujalladka 14aad ayaa taariikhdii soo dhameystiran uu imaam dhahabi kaga hadlay ibn qasirna bidaayo nihaaya isagana waa kaga hadlay لكن دي هذا الله في عنا ورئيسنا والله يهي أما بشيخ وضدك يوحو كم دي هاي دوار كيان انتو سنينو يهي سادر هدد با هذا المرقى حكمة دي كسو انت ايومنين يهي دردارا ايوها القرن نقصو نقلي ايو او سيني يهي دردارا بويري فقال مرقى وعري هي نفسك دردارا وحوهي ونفضا هذا معنى وحن كو دردار ما يا نفضا هذا وهي إن لم تشغلها هدي أنت مشغولين ووناك إيا علمك إيا خيرك أنتك مشغولين شغلتك ويك مشغولين إسايو دي هو ذي هذا إيا وحي أي تعيش هاي ووحي النار تمرقى دي لقو ديري أما لقو هريري أي أيكو مشغولين إسا وعشي يقول مرقى فينبغي وحابون لكل أحد قفك سأن يشغل نفسه ونفدي سينوك مشغوليو بأعمال الخير خير كي وناك أعماشي سام حتى لا تشتغل نفسه إلا أن نفدي سينوك مشغول بها وهاها وذيدا ولا يهتم وحونا إكسان إنا نمرك أكوها من العاقل لأمر الدنيا أرنك الدنيا ذا لأن الهم همي والحزن يمرقد لا يرد المصيبة مصيبة ما عليه ولا ينفع منا وحنا ما ترد بل يضر بالقلب قلب يجيب دبيا والعقل عقل يجيب دبيا والبدن يشرك يجيب دبيا ويخل وحك له دميا بأعمال الخير خير كأعمال شيسي ويهتم أما ويهتم وعمر جاء اهتمام يدذال يهم سين لأمر الآخرة آخرة كذا لأنه ينفع كاس أي أمر كامد وحنفعيه وعشاق الله هذا المرقى وهذا الكعي ومرقى الشيخ كتابك ألفين
وليهاي وحليهاي فينبغي لكل أحد قفك سواحا وهبون أن يشغل نفسه وإنك مشغولي بأعمال الخير أعمال شاغيرك كفرها بضا إن هضب مركا مد كم مشغولي وأن يشانس يفرسد ويال يفراغي مركز عمل الآن أي وناكسا حتى لا تشتغل نفس سياري نبدي سوق مشغول بها وها هو ذلك مشغول وهي مركز نفدا دي خيرك وناكي كم مشغول سو دي هو يدالي وحكري وقت وهل ميسو ولا يهتم أما ولا يهتم وحابون أما ولا يهتم هذا الكعية وكذيغو كهن من ما يأل عاقل وقفق عقلي لا وحكا قرانيا لأمر الدنيا رنتا الدنيا ذا وحبدا مرقا هم يمرقو يعني يسكقل من ما يوم محايري لأن الهم والحزن هم يمرقا ذا أرنا الدنيا قفق مرقا وهم يمرقو ذا لا ينفع وحبا مطر ما يوم لا يرد المصيبة مصيبة إيا وحلقو قريع لن ما يوم ولا ينفع وانفعنا ما يوم وحي إلهيكو قدرين كاعل ما يوم مركا أذيكم باهم يمرق يترى يوم اسكد لي بل يضر وهم يمرق تاسوح يدي ويسا القلب قلبي يقفق يدي ويسا والعقل عقلي يقرش يدي ويسا والبدن يشرك يدي ويسا ويخل وحكره بأعمال الخير أعمال شيء خير كقلب وفاروق لحانا مرك أهم يمرق يكب حسنتنا أعمال شيء خير كنا ويكتشوك سنة يسايو سياسو مرك أعمال شيء خير كل الميان ويهتم قوة عقلك أيوحا وكهم من أما ويهتم ويهتم وحبوني وكهم لأمر الآخرة أرنك آخرة يسيدي مرك أدوية المزرعية بيروغا ديقال لها ee wixii markii aakhiradiisa ku anfici laha oo markaa adduunyada intu joogo ugu sameyn laha laan wariga aakhiraa yanfacu isaga markaa anfacayo wax tar u yeelanaya wa ama qawluhu alayhi salatu wassalam in min adh-dhunubi dhanbiyalka waxa kamida dhunuban la yakaffiruha anu dhaafayno aan lagu dhaafaynin ila hamul maciisha maciishada iyo nolosha oo lagu hamiyo mooyaane فالمراد منه وحال لو جدا كاسوا قدر هم هم قدر كي ولا يخل وان دمين باعمال الخير خير كعماشي سان دمين ولا يشغل القلب قلبي غير ان مشغول شغلا مشغول يخل دم باحضار القلب قلبي يسو حاضرين في صلاه لو سو حاضريو فان ذلك القدر من الهم والقسيه من اعمال الاخره اخره اعمال هذا اي كم يدي وعشاق الله يا رحمه الله تعالى ان حديث ايو مرقى هلكا وكسو قادر ايام وحن الله يا هاي حديث مرقى اتري قفقى عاقلقى يومهبونا ارند ادونيو انو كهميو بالحديث قلنا السيدين لقي الي برساو علي واما قوله عليه الصلاة والسلام ان من الذنوب ذنبيالك وحكم ذنوبا لا يكفى لا يكفرها أن دافين أو بمعنى أن لقو دافين إلا هم المعيشة قفك دام معيشة يوحو كنولان لها يعد مركا ومسلوفا يمسلوكاها دام معيشة دي نلاشة دي مسارب دي نكوها من موياني وحجر ذنوبا أن لقو دافين تام ويوحكرا أن لقو دافين بحجر وقفك يعني وحلو قبه نيهي إنو مركا دي نفديسي وحي مركا نلشهدي يا عيد مسؤول كابر نلشهدي دينو هميانا والله قمارمان مركا ساوي حلايهي فالمراد وجده منو كان لوغه جدر وقدر هم وهم قدرك او دي قف جنو نلشي سي كفكرو وارين لغا مارمانا قدر همي لا يخلو باعمال الخير اعمال شي خير كان اندبين ولا يشغل القلب قلبي غير ان مشغولين شغلا مشغول يخل دبا باحضار القلب بالصلاه الى حد قالين صلاه ديبا دي قلبي سو حاضرين وايو او يعني همي يمرقتي ادي اي كباطو قدر ان هيركا غارسيسنين او قلبي سي ان مشغولين او صلاه دي انو كتوين كاري وايو وا ميدان غارسيسنين فان ذلك القدر قدر خير همي هي نولشي سي يا نولشي ددكي مرقو مسؤول او كفكريا ومن الهمية والقصية من أعمال الآخرة أعمال شيء آخره
ayay markaa ka mid noqonaysaayo maxay la amaashii wixii aad qabanaysay ee khayr iyo wanaag aha de ma xasilayso yaani maisha iyo nolol aan hadiidigaas markaas ay noo toojiyay u yiriina rasuulka ayaa yiri ayuu markaa sheekhu inoo soo qaato hadiidigaana waxa soo saaray tabarani ayaa mu'jam al-awsadiisa ku soo saaray abu nu'aymna dariiqiisa sumu xiliyaha uu kaga soo saaray khatib al-baghdadi ibn asakir ayaguna waa soo saareen abu hurayra ayaa laga warinaya laakiin xadiidka waxa lagu tilmaamay xadiis mawduuca oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dul saaray oo yacni loo tiriyo oo lagu been abuurtay inuu yahay ee aanu xadiis ahayn saas ayaa markaa la tilmaamay waxaanu hayna min adrubi dhunuban laa tukafiruha salaatu dhimyaalka waxa kamida dhimyaala salaada lagu dhaafayna soomigii xajii cumradii rasuulka famaa yukafiru ya rasuulallah alhumum fi talab almaciisha humu markaa maciishada doonitaankeeda lagu hamiyo ayuunbaa markaa dhaafaysaa yacni waana xadiidka aynu sheegnay nidhi yacni waa mawduuc sida imaam alalbaaniba uu caddaynayo daciifada iyo culimo fara badan oo markaa ka horraysayba waa xadiid markaa mawduuca walaabudda waxaa laga maarmaana litaalib alcilmi qofkii taalib alcilmiga ahaa min taqliil alcalaa'iqi waxyaalihii ku xidhnaa addunyawiyati ee addunyada ahaa inuu iska yarayo biqadri alwusci walimkaan hadba awooddiisu iyo karaankiisu intuu yahay walidaalika saa daraaddeed ayay ikhtaaruu culimmadu waxay doorteen alqurbata inay markaa dhulkoodii ka rixlaysaanay ka sabraanoo meel ay qariib ku yihiin inay tagaan walaabuddo waxaa kaloo laga maarmaana min taxamuli nasabi walmashaqa dhibta iyo mashaqadana inuu u dulqaato fii sabari tacallumi barashada sabarkeeda kamaa qaala muusa calayhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi calaa nabiyina wacalayhi ha ahaatee fii sabari tacallumi sabarkii waxbarashada walam yunqal canhu dalika fii kayri min alaswaari lagama soo naqlinine laqad laqiinaa min safarina haada nasaba waxaan kala kulannay sabarkeennan dhibaato ayaan kala kulannay waxaa sheekhu uu leeyahay raximahullahu tacaala walaabudda waxaa laga maarmaana litaalib alcilmi qofkii taalib alcilmiga ah waxaa laga maarmaan u ah min taqliili alcalaa'iq addunyawiya waxyaalaha markaa la xidhiidha ku tacalluqa ee ku xidhan ee arrimaha addunyada ah inuu iska yareeyo biqadri alwusci walimkaan hadba in dee awooddiisa iyo karitaankiisu yahay inuu iska jaro dee waxyaalo aanad iska jari karayn baa jira oo dee waalidkaa oo kale hadduu kula xidhiirsan yahay yacnii haddii ubad iyo aad ori leedahay yacnii dee ma jari karaysid laakiin in dee aad iska fudaydin karto inaad iska fudaydiso ayaa wanaagsan walihaadaa sidaa daraaddeed buu yidhi calaaiqda iska yaraynteeda ayay ikhtaaruu culimmadu waxay doorteen alqurba inay markaa qariib noqdaanoo ay beledkoodii ka tagaanoo meel kale ay u cilmi doontaan leanna waxa weeye qofka qariibka ee meel aan laga garanayn tagaa waxaa markaa yaraanaya dee calaaiqdiisii wuxuu ku xidhnaa meeshii markaa dee cid ka garan maayo cid kala xidhiiri maayo wax kaloo uu ka qabanayaana ma jirto waxa weeye markaa wuxuu tabaruqayaa uun waxa weeye waxbarashada saa daraaddeed baa xataa culimo fara badan ayaa markaa guurba u suurtageli waayey yacnii iyagoo ku mashquulay taxsiilka markaa cilmiga daraaddeed risaala ayaana lagaba qorayo abu cabdulfataax abulquda ayaa ka qoray alculamaa alcuzaab aladiina aatharuu alcilma cala alzawaaj yacni culimmadii cusaabta ahayd ee dhallinyaranimada iyo guurla-aanta ku dhintay ee markaa doortay cilmiga guur ka doortay imaamu tabari baa ka mida ibnu taymiya ayaa ka mida imaamu nawowi ayaa ka mida oo weliba shan iyo afartan jir buu isagu ku dhintay turaaska intaa leegna waa inooga tegayoo dee shakhsan ibnu taymiyana yacni waa dadka ugu kutubta badan yacni fanni ama koox kooxaha lumay ka mida oo aanu markaa kitaab markaa ku naqdinin oo aanu weliba dariiqa saxda markaan ugu tilmaamin markaa ma jirto yacni jaanisba markaa guurba umay helinba waxay ka doorteen markaa cilmiga ayay ka doorteen markaa inuu qofku intuu iska yarayn kara ama xilliga
دي ودليرده يحي ان انو مركا علمي كدلاله ان مركا وخبا كو تعلق سنين ايا مركا وناغسن اي وليو مصاريف درا او هيسو عليادي دليرده دوري سيتنات كي اي مركا يعني دردرته بدن الى هاين ايا مركا وخ ولبا مركا حاران لو شيغي ايا نين علماء وحكيم هايو ريبر عاها ايا وخدو ورياده نمكن اسك دايين نين ولبا وخدو سدعديسي وقتنا وو ديار مريينا وو كا ويديسن يهين ان سدعدي وقتنا وو ديار وبرب وخ ولبا وو ديار ميد ولبا مركو تدبا دالو والله اني قرداسا دغي دوران اسك دايي بوري deetii waad aad oo markaa wax badan oo maanta yaani wax yaani markaa culimada lagu haysee haya wadaadadii markaa maanta iskaga wada jiraaro markaa ay daara taa gaarin ee aad dhalinyarada ay wax badan ka fudud yihiin inaad markaa aad wax barashada ku dadaasho ayaa wanaagsan wala mudda waxa hadaba laga maarmaan min tahammuri nasbi wal washqa inaad dibta iyo mashaqada iyo tacabka إن هذا دلقة نصب يمشق ويسكم يسكو تفسيرونه في صبر التعلمي صبر كبر الشدة هذا جب حيصو وين هذا وحيد بكاسو جادنا وين هذا دلقة كما قال موسى في صبر التعلم سدي صبر كي تعلم كيبر الشدة يعني موسى ويلي أو أها هذا الكلام ولم ينقل عنه ذلك في غير من الأسوار أنت روا جملة معترضة ويسوق لنا حق الإسلام سيدو موسى بويلي صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه نبينا يسجى بكرية صلاة صلاة بكرية ساعته وعلي لقد لقينا من سفرنا مقول قول هو هلكا لكن وعي لمرقى في صبر التعلم ولم ينقل عنه ذلك في غير من الأسفار سفر رضي كريا الصعداء الذي وكالو قلي هذا الكالو وكالو لك مصر وقوريني وعلي لقد لقينا من سفرنا هذا الصباح سبركينا وحن كلا قراني لبعطا ايان كلا قراني يعني وانا قصدي دي معروف قاعدة دي سورة الكهفنا اي كوار رمي السي اي مركي مركي اللوي ديالي دي موسى وياددك وعلم مذلولي انيقا انا ردي اي الهي ولي مركي قدوم باك ها علمي بضان لبدا بضان هلي يخوخ المان قصوغان اي مركي دي تنوريح لي السي اي اي مركي دي اردقيسي امحيرو قيسي سي اي مركي او قاداني tilmaami iyo wixii la siiyay dabeytana ay kalumeen ay dabeytana ka gudbeen ee mashaqada iyo dhibta badan ay ku soo gaadhay taas ayuu leeyahay laqad la qiimo misafar iyo hadana sabaa safar tacallum iyo cilmi doorashada uu aha safaradii kale uu galayna yaani dhibaatada soo kala kubu mudanin wuxuu hadalka markaa uu yiri li yu'lama si loo ogaado anna safar alilmi safarka cilmiga iyo rixleysigu laa yakhluu min atacab تعب يدبنا نكم مدنانين لأن طلب العلم أمر عظيم أرموين وي هو أفضل ويساء كفل بذل من الغزات دولمات كيساء كفل بذل عند أكثر العلماء والأجر أجر قنا على قدر تعب والنصب هدب تعبك يدالك يدبت انت هذا أي لي فمن صبر على ذلك كاك قص على ذلك تعب كاك صبر وجد وحو هليا لذة معان تفوق ككور مري سائر لذات الدنيا الدنيا معان نذي ظلن ولهذا سيادر هذا كان محمد بن حسن وحواها إذا سهر الليالي همين هذا مركو سوجهده وانحلت له المشكلات مشكلات كأي مسائلات كما يقول لي أيو فرمان يقول وحو رنجري أين أبناء الملوك بغرده كوي الى ان هلكي كيسويين من هذه اللذات مع عيال كانن هيصنوا هلكي باي كوي بغرده دلين اي كيسويين وحول يا شيخ ليعلم ها اوغادو يعليه ليعلم اما ليعلم ليعلم وحو سدا او ييري ان موسى وحو مرقا سدا هذلكا او ييري سيل يعلم سيل وقد أن صبر التعلم صبر كتعلم كيبر الشد لا يخلو من التعب إن أن تعب يدبات أن كمد نانين ولما داحل يظهر دوال اللغين أما يعني قاديد بعد أوري وحسال فولي بلا أيال سعني
قفقي سو كتب دي سيستا يوعي وحكي آخر السنة يي بل حتى خطي أي وحكو قران أيان دي أيقا سبي سنة يو قادنا يي مركا تعب كم مرنان مايو محير لأن طلب العلم علمي قدوني ديسو أمر عظيم أرهن وين وي أرهن وين ندي أرهن وين مبالا وحرا سفر كيس يسوع دار كيس يدبت الله أمر يانا وامد وين وهو أفضل من الغزات نسغر من الجهاد أي يورانا يانا إساق أياك فضل بضن عند أكثر العلماء علماء بذيو ذا أكتاد إساق أي أمركا كفضل بضن وهي أعمال أردمي ذا علمي أي أمركا كتاقيهن جهاد كهدو حتى بلا علم نقضو ذا وحو نقر يون ديقداد أن معنى لهين أمركا فساد يحماني مو يروح كالآن كدالن سيدا أينو ما انتبا أركينو داد بضن أمركا فريدة دا سانو قوينانو ستاقينا يري إن أي وحي فساديين يديك أيداديين يبابين تا أي دولك المسلمين تا أكو سمييني إن أي بقلال جير أي كالبادن تا هاي دي وحي أي حسيريين أما وحبوب أنا حسيرينين لكن نبدو دينا أي دبان أمد دينا أي دبان إسلام كينا أي دبان دولكو دينا أي دبان وانا جهلي أقوم درو أي مركا كسا ليسي هاي مركا مصالحي مفاسدي مركا لك لقران وايو مركا يعني نم ولي بو يسكت شكت مركا ويسكت قالوا مركو نم ولي بفافيو نم ولي بمركو هكان كو قبطو إن يرو كوري ولي بمركو أفقه وضبطو وحوي وحا أينو أركينو إم فاسدي دباتوينا أيا كايمان يوك حسيرين والأجر أجر كنا على قدر تعب والنصب هدبة نبتا إيو نصبك إيا تعبك يا دباتو إنت إيتاي أيو أجر كنا أيو النقضاء هذا الغن مركا هذا العائشة مركا يسوع عمري سنة يسي أي مركا كوني ولكن على قدر نصبك أو نبغتي يعني هلك تنعيم تقو سوع عمري سو دي هدبا بركا أجريا قروح نقري أنت تعبك يا نباتات يا نبغت هذا أي تهي فمن صبر على ذلك تعب ومركا دي ولبا ويهي دي نصبك يا تعبك يا نبغا سبشرعي وافق صن لكن هذا دبتوتو وأد كل بتوت وحن شرعي وقبين وقد دعاء وردنا تكسر جدد كوين راكتو وحن شرعي وقبين ده وحنا كهلي ميسد وان دب دب كره وحنا لقوم هلا وان دب شرعي وافق سن حتى دب تاسي هذا يدي نفدا دي أي دي دبته كان يسوع ده من نقر يعرف شرعي وكفر أجر كه شو ويا ده واقي ودي دنا سحابي يمرك يلماني وردوا سومنانة يا همين وردنا وان تاجرانة يا ده عدرك هم يدي بدنين هذانا دي لما أرانين ديب تاسي أجريه دي كويليسي ويني ديب تاري إيا تعب كان يهوشن ويني نبدا دي وحييرين ويني واجبات كي كلاكو سارا مركا أني كوحد قد بينين شرعي قوح وكفرين دي نصف كان يتعب كان وينو كوي مرايا دي برايه باس مركاضو وادي سكيب ملا أواشي وينو كوي مرايين فمن صبر هذا وقف وكو صبر على ذلك تعب تعب كايا ديب تا علمي يعني ودديسة لا مرى يقفك كصبرا وجد وحالي لذة أما لذة العلم علمي الذي سيمعان كيس أيها لي أما لذة أيها لي معان تفوق ككور مري سائر لذات الدنيا الدنيا ذا معان يالكذا يعني أردنا ما عندك صهدي أيها لي يعني مركا أدحقلو يأي أفرانتو تعب خايا دبتها ومريا لذي معان يرها حيس ورغيسا ولهذا سيد رادد أيا كان محمد بن الحسن محمد بن الحسن وحوها محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة ونقل من بدا تاريخ دي سنة صوت الماني إذا سير الليالي همين ندى مركو صوت جيدو وانحلت له المشكلات مسائلك أما انحلت له المشكلات أيا أفر مجري ويقول الدبيطار وحورنجل إيه وحكا وناكسن أو وانحلت له المشكلات مسائل كي مركا إشكال كوها يأي أكو تاقنا أي أفرمان يقول وحورنجل أين أبناء الملوك من هذه اللذة واربق الرضو كوي أيضا لين إيه الدنيا دين أول بيسكار ديكاي
يعني وحلف ولا وحي وقدم بيه مرك هوتي ما يهل كي كسر جينين لذات كان إياه معين ياله أنا نكسر جين لذات كان إياه معين ياله أنا نكسر النهاي هل كي أي مرك كسر جينهم نزع غربة وحي تلماميين إنه يساقو أو مرك أشاصو يساي صلوا ليسون يسوقين أيوة دبي تناسيد أو مرك قريه مرك خمر يعبد مرك يدسا بهل كي يسقولك كلو ورجان أي مرك ده كله فدان أي مرك أي واجان مرك يسوي يسول برجان إنتو يسول برجوين أبناء المقص وركوي عشور عشور قريه شيء نمدوه دي ما يبغوا رنشري مرك كوي عشور تقريه نمدوه دي ما يبغوا رنشري مرك إنتو ساي يسول برجو أنا ما فر بدن بقى هذا اللي كانوا كلام لجسون نقليه وح مرك كمدها أني قالوا يسجنا علماء المسلمين قالوا زاهدا وحر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من لذة العيش لجالدونا عليه بالسيوف هدي أجان لهايان بغر هذا يا بغر هذا كويد لأن هدي أجان لهايان وحن كسر لنا هاي اللذة يا معان كان الله إذا نكسر لنا هاي ولا يستفيد نقول تكلم من هاي يا سيفوي نوري ما لا نقول تكلم لا ولا وحن وحن نسي كجير لكن وانا اوغي لي كوغي ما دي بروقه دا كجيرو ابو جعفر النسفي ايا اسغنا وحا لا وري هبن هبنده كميدا ايدو او وليبا نولشو اد او ادايتاي قيسكيسي او يعني سعرتي يا وحي وح الله وحي عنان لا يهي اد او فكريو ايا هدنا فكركيسو ده فكر معيشه ما هين وحو كفكري في فرع من الفروع فرع مركا أمام السلام السلام يجي فروع ده هيد كمدة أو إشكال كه يسي أيه 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 كفكرة فانفتح له ده ترى وفرم فقام يرقص ويقول أين الملوك إندو يسلا وشاخي أيه إنتو كعي أيه جري مركا سايسول بالرقية سوا سايسول الله يوم مركا سارة ولا أين أبناء الملوك من هذه اللذة أيه إسلانتي رجع جاي مركا الله سيحدد سلام دوام قشيب الرجال هذا الجيز ترى محايد محايد هشام بيتري نيكي واقف عمر كامل بقردي معان كذا ترى ملعب بعد كذي كصوت هذا طيب بخاص عمر كامل شيء يسوي نمعاد وكل سقية هاي هي نبتري الرفات كان إلى عمر كامل ورك هذا بهين عمر كارون دي قف قدرنا يوم بعد درنا يه عمر كا يعني وا مش وا يعني وا حكوت شراء قف كان يعني ده علم جاي لهاي ودرسي أما من دكان يا دم من سيد جاي ها هاته يعني معان يلا ذي الشعور أنا مركا دتك ولا دريمي إن أيو مركا كتيرة ويا وحن الدنيا ده بلو فيرصا يعني مركا استوى أي زيادة هم يمرقوا من الزيادة يسا هم يمرقوا أيو مقف كل الزيادة يا دتك أيام كا الدنيا ده بدن هيا هردو ورئيسن مهلام عنده ذو سيف عنو قمر دانته سيف عنو مس إحدام وحوي إنت وحك فكر يا نين دتك مركا hanti da badan dalka ku leey ayaa ayaan maalin waxaan ku dhinay oo miyaanadiin waxaan waxa miyaanada qabro suuri waan haleeli way maasan ku dhay oo dadkiina boqolaalka qof u shaqeynayaan ma waxba haleeli waydan miyaan iska firaaqo haynin wuxuu ni sheekh baasha ururinteeda ilaalinteeda ilaalinteeda darambuuri ilaalintaan imi ka meel kan helayno halkii ugu sareysa gaadheyntaan ilaalinay halkan ay ka baxday meenki kama siixna buuri halkan ay ka baxday iyo kala waxan dhimay iyo kala waxan la tagay iyo kala waxan iyo halkan ay ka soo kacday kana kugu soo socda ayaan ka fikireynaa buu yaani de waxa la waxa yaani adduunyada marka uu fiican la gaaro waa xoolo iyo madaxnimo xooli waa taasoo dib mooyaan wax alla wax raaxo oo lagu haya ma jirto hurdo macaan lagu ma hayo oo cuntada waxba u dhadhami ma yaane wax waliba intay marka de cudur ku noqdeen ayaa wax yar cad buu ka cunaya وحي روعاده أن ميد وعليه وحي رميد حلايني كير وأن صبغ لهين وأن صقر لهين وح الله وحي دنا مسأري شرين أيوك عن يا يعني كسي حن مايو أو راح كر راح يسن مايو دي آخرنا حساب تيدنا وأوضة ما يسعي ذرة إلى هي وفضة يدية دي أما دحني ما ذي وحوي أيضنا حتى عند يعني قف جيم خم ذا حضاهي والجور ديونا وواح اللي لوا محبوس ما مسله وحرية قف قايم قد تقول قصة رأيي ما موس بوليه ومحبوس وحرية وهو البويس كيجي انتظر ندم من بايو قف البويس كيجي هل كان لقاق صوص عضا كان أكو صوص عضا أيو لي مركا هل كان بهش سعادة دي اللي بانت اللي قدي كم تشرت وحي كشرت مركا علم جاي دينته يا وحبر الشاسي كشرت شخص من متيمي هذا الذي سواه كم ذا
day inta la xiray ayuu war aniga xariga waxba yeeli maayo anigu jannada ii laabtaydan ku sitaa haday xiraan markay khalwayi noqonaysa oo rabbi baan la khali noqonayo cidiga joojin kareysa ma jirtay buu waxana jirtay buu adduunyada janna ku jirta jannada qofka aan adduunyada ku arinta akhira gali maayo hadii aad ladada iyo macaanka ay cibaadada iyo diintu iyo cilmiga iyo waxbarashadu leedahay haddii aad adduunyada ku dhadhamin weydo oo ay qarax kugu noqoto ta ka akhiraan markaa dhadhamin maysid buu sidaas markaa hadallada qiimaha leh ayaa markaa laga soo naqliyay wayan baqi darasiga qayb soo halka inoo joogto wallahu aalam falaw qad duqta min halwaahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta wa lam yushghilka 'anhu hawan muta'un ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست